الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، بالحب في الله نبني أنفسا زكية، وبالحب نبني أسرا مثالية، وبالحب نبني مجتمعا مثاليا يضرب به المثل، وبالحب تبنى الأوطان وتعمر الديار، وبالحب تبنى الأمم. بالحب نستطيع بفضل الله أن نتجاوز العراقيل والعقبات، وأن نتغلب على الأزمات، وأن نحقق فيما بيننا التغافل عن الهفوات والزلات، والتحمل والصبر والاحتساب. هذا إذا كان الحب لله وفي الله وبأمره وعلى مراده وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الحب في الله ولله له أثر عظيم على الفرد والأسر والمجتمعات في الخروج من الأزمات، فهو مخرج آمن من الأزمات والعراقيل إذا حققناه لله وفي الله. سيكون البنيان المرصوص للمجتمع الواحد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم نحقق الحب في الله بيننا، فما الذي سيكون البديل؟ البديل هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: الحقد والكراهية والحسد والأنانية والاستغلال والاستحواذ، إلى آخر هذه الأمراض الفتاكة التي إذا حلت بساحة مجتمع أضعفت وجعلته ضعيفاً لا قدرة له على مواجهة مشاكله وأزماته. فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر، والتكاثر والتشاحن في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي ثم الهرج. والهرج كما جاء في الحديث الآخر هو كثرة القتل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك معاشر المسلمين، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المعاني وترسيخها في قلوب الصحابة والأمة، وذلك ببيان فضل وثمرات الحب في الله تعالى وربط ذلك بقضايا الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. فقد روى أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قلنا: الصلاة. قال: الصلاة حسنة وليس بذاك. قلنا: الصيام. قال: مثل ذلك، حتى ذكرنا الجهاد فقال: مثل ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله عز وجل. معاشر المسلمين، اعلموا يا رعاكم الله أن الحب في الله من علامات بلوغ كمال الإيمان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. واعلموا كذلك أن من ثمرات الحب في الله أن يجد ويتذوق طعم الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، للحب في الله علامات وبراهين جاءت بها النصوص الشرعية، نؤكد من خلال هذه البراهين حبنا لله تبارك وتعالى، وحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحبنا للمؤمنين ومجتمعات الإسلام. ومن ذلكم يا رعاكم الله أن يحب المسلم لأخيه، أن يحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن علامات وبراهين الحب في الله بذل النصيحة. ففي الصحيحين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوماً، أرأيت إن كان ظالماً فكيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. فالنصيحة يا معاشر المسلمين من أجلى وأوضح براهين المحبة في الله. هذه النصيحة وهذا الخلق الذي أصبح عند كثير من المسلمين يعتبرونه لوناً من ألوان التطفل والفضول،
يعتبرون النصيحة تدخلاً في شؤون الغير، ويعتبرون النصيحة نوعاً ولوناً من العداوة أو الشماتة، وهي ليست كذلك، بل النصيحة من الدين أن ننصح إخواننا إذا رأيت خللاً أو خطأً أو تقصيراً، ولا سيما إذا كان الخلل فيما يتعلق بأمور الإيمان والعقيدة وأمور الصلاة والعبادة. إذا رأيت أخاك المسلم مقصراً في أداء الفرائض الصلوات فعليك أن تسدي بالنصح له. إذا رأيت أختك المسلمة مقصرة في فريضة الحجاب فقومي بواجب النصيحة، فإنها من الدين ومن أعظم براهين الحب في الله. ومن براهين وعلامات المحبة في الله أن يحسن المسلم الظن بإخوانه. حسن الظن بإخوانك المسلمين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن علامات وبراهين الحب في الله معاشر المسلمين التغافل عن الأخطاء، خلق التغافل الذي ضيعه كثير من المسلمين، فتولدت من جراء ذلك الشحناء والبغضاء وسوء الظن. علينا أن نتغافل عن أخطاء إخواننا. ولذلك قال بعض السلف: تسعة أعشار السعادة في التغافل، بل قال بعضهم: السعادة كلها في التغافل، أن تتغافل عن الأخطاء وأن تغض الطرف عن الزلات والهفوات، وأن تحسن الظن كما تقدم بإخوانك المسلمين. كذلك من علامات وبراهين الحب في الله الإيثار. والإيثار معناه أن يقدم الإنسان حاجة غيره من الناس على حاجته، وهو عكس الأنانية. الإيثار ضد الأنانية والأثرة ومحبة النفس. فالمسلم يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه، ويقدم مصلحة إخوانه في بعض الأحوال، أن يقدم مصلحة إخوانه على مصلحة نفسه. وهذا هو الإيثار، وهذا هو الخلق الذي امتدح الله تبارك وتعالى به معاشر الأنصار، حينما قال الله تبارك وتعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وارفع الضر عن المتضررين. اللهم الطف بإخواننا في بلاد المغرب وليبيا. اللهم الطف بإخواننا في بلاد المغرب وليبيا. اللهم الطف بهم وارفع عنهم الضر والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، خائفون فأمنهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم سد جوعتهم وجميع إخواننا المسلمين. اللهم أخلف عليهم بخير،
اللهم عوضهم خيرا، اللهم اجرهم في مصائبهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق المسلمين لنصرة اخوانهم في كل مكان، اللهم وفقنا لنصرة اخواننا في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ أولادنا في بلاد كندا وفي غيرها من الديار، اللهم احفظهم من الإلحاد والانحراف والشذوذ والزلل والزيغ. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد أولادنا وعقائدنا وأخلاقنا وقيمنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.